ما فيش نبضة يا فندم. بلغ المباحث اسم التجمع. سرعة توجه للعقار رقم 16000 حي الياسمين، التجمع الخامس. حيث تواجدنا بالعقار ووجد جثتان وسيدة بوضع مشتبه به. ايه اللي حصل؟ ها؟ ردي، ايه اللي حصل؟ طب مين دول؟ وانت مين؟ حازم باشا، بعد اذن سعادتك. خير يا كريم؟ خير يا فندم. ده الراجل اللي عامل بلاغ جارهم هنا في العمارة. احكي لي ايه اللي حصل؟ حضرتك انا ساكن في الشقة اللي فوق احمد باشا على طول. اول ما سمعت الرصاص جريت بلغت. وبيشتغل ايه احمد باشا؟ احمد باشا حضرتك باشا زي حضراتكم كده يعني، عقيد في الشرطة. انا افتكرتكم جيتوا بسرعة اول ما عرفتوا يعني ان هو. لا عادي، بس احنا بنيجي بسرعة على طول. اه طبعا بس انا بقول يعني كده. ما حدش بلغ ليه غيرك في العمارة كلها؟ حضرتك ما فيش حد ساكن في العمارة غير أنا وأحمد باشا بس. ما شفتش حد بيخرج من باب العمارة بعد ضرب الرصاص؟ والحقيقة أنا أول ما سمعت ضرب الرصاص خفت أجي حتى ناحية الشباك، يعني صوت الرصاص كان مرعب، مرعب جدا. ليه؟ ما سمعتوش قبل كده أيام الثورة؟ ها؟ ما علينا. العمارة دي ما فيهاش بواب أمن من اللي بيقعدوا دول؟ أمن حضرتك؟ بقول لك أنا وأحمد باشا بس اللي ساكنين في العمارة، يعني كنا فاكرين الدار امان يعني. امان؟ ما علينا، اتفضل معايا. تعرف مين ده؟ ده احمد باشا. احمد باشا عارف؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. تعرف الست دي؟ حضرتك دي مدام ملك، مرات احمد باشا. هي مالها حضرتك مدام ملك؟ تعرف دي؟ اخت مدام ملك حضرتك. اختها؟ اختها ازاي يا راجل انت؟ وعد الله اختها، بس انا ما اعرفش اختها ازاي يعني. اصل حضرتك انا قابلت. بطل استهبال. ايه؟ فاكر نفسك هتخلعي بالشكل ده؟ اهدى يا كريم، اهدى. بعدين تسكت تستهبل؟ احنا لقيناها في مسرح الجريمه وفي ايديها المسدس، عايز ايه اكتر من كده؟ حطها هنا. يلا قدامي. يلا. انزلي. ادم اعمل لك كاكاو يدفيك؟ انت بتعمل ايه؟ كنت برد بس على واحد صاحبي. يا صاحبك ايه وبتاع ايه؟ هو حد من اصحابك دول هينفعوك ساعة الامتحان؟ طول ما انت بتذاكر الموبايل مقفول، مفهوم؟ مساء الخير. مساء النور. مدام سامع عبد الحق؟ ايوه. محتاجين سيادتك في النيابه. نيابه ليه؟ خير؟ خير ان شاء الله، لما تيجي معانا هتعرفي كل حاجه. طيب اللحظة بس أكلم بنتي عشان ابنها معايا. يا فندم ملوش لازمة الكلام ده. يعني إيه ملوش لازمة؟ بقول لسيادتك مدام الملك عندنا في النيابة. بنتي أنا ملك عندكوا ليه؟ عملت حادثة ولا اتخانقت مع حد؟ في إيه؟ لما تيجي هناك هتعرفي. أنا رأيي إن أنت ممكن تسيبي الولد مع أي حد من الجيران. لا هو ممكن يقعد لوحده بس. ليه؟ هو إحنا هنتأخر؟ يعني ما اعرفش بس يعني شويه. طيب
اكلم العقيد احمد توفيق جوز بنتي عشان ممارسة العقيد مقفول. حضرتك عرفت منين انه مقفول؟ يعني ما ينفعش نيجي نطلب سيادتك للنيابه غير لما هو يكون عارف. اظن انا بتكلم في الاصول. عامه احنا ممكن نكلمه واحنا ماشيين. دقايق وهكذا. مدام يا ريت سيادتك محدش يعرف احنا رايحين فين. حتى هو. اتفضل. مالك انت بتعملي ايه؟ هو في ايه؟ انت ما بترديش ليه؟ لك يا مدام جوه هتعرفي كل حاجه، اتفضلي. انت ما بترديش ليه؟ سيادتك مدام سامة عبد الحق. طيب اتفضل انت. اتفضلي استريحي يا مدام سامة. انا مش هستريح لما افهم فيه. في الحقيقه انا استدعيت حضرتك النهارده علشان ابلغك خبر أليم، وأرجو من حضرتك إنك تتماسكي شوية. تم العثور على مدام ندى عبد الله الكيلاني والعقيد أحمد توفيق مقتولين في شقة العقيد في التجمع الخامس. في الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، بس هنقول ايه يعني؟ الله يرحمه. للاسف مدام ملك لقيناها في مسرح الجريمه وكانت ماسكه مسدس. انا عايز حضرتك تهدي، احنا هنا عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. مدام سهام، مدام سهام، انت عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ انت قتلت اختك؟ مدام سهام ما يصحش كده. يا مدام من فضلك، من فضلك ما يصحش كده. خدها وديها اي غرفه. حاضر يا فندم. تعالي معايا، تعالي معايا. اتفضلي حضرتك استريحي. أنا عايزك تهدي يا مدام سهام علشان نقدر نساعد بنتك. أنا مش بتكلم معاكي كوكيل نيابة لأني مقدر الحالة النفسية اللي أنت فيها. كل اللي حوالين مدام ملك ده مجرد شكوك، لسه في تحقيقات واجراءات كتير قوي معقده، وخصوصا ان هي ما اتكلمتش. بس انا مقدر ده لان ده من اثر الصدمه اللي هي حصلت لها. بس هي لو اتكلمت احنا هنعرف الحقيقه كلها. علشان كده انا طالب من حضرتك انك تهدي علشان نقدر نساعد بعض كلنا.
وثلاثين آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 السلام عليكم. سلام. تفضل. تفضل. لا لا خلاص. شكرا. شكرا. كلمتني مالك النهارده الصبح؟ قالت لي ان ادم هيعدي عليا بعد المدرسه. هتفوت تاخده بكره. هي متعودة إنها تسيب ابنها عندك باليوم واليومين؟ عادي حسب ظروف شغلها. هي بتشتغل في البنك بقالها قد إيه؟ بعد ما اتخرجت على طول. ومتجوزة من العقيد أحمد بقالها قد إيه؟ حوالي 15 سنة. في الفترة الأخيرة ما لاحظتيش بينهم أي حاجة؟ يعني بيتخانقوا مع بعض، بتزعل منه وتسيب البيت وتيجي عندك تشتكي لك؟ عادي زي اي اتنين متجوزين عادي. طب بالنسبه لندى الله يرحمها متجوزه من قد ايه؟ احنا عرفنا سليم عن طريق ملك، كان عميل في البنك اللي بتشتغل فيه. ندى بعد ما اتطلقت جوزها الاولاني بتدور على شغل، ملك كلمته اشتغلت في الشركة بتاعته، حبوا بعض واتجوزوا على طول. هي كانت متجوزة قبل سليم؟ جوازة ما طولتش كتير، كان زميلها في الجامعة سنتين وكل واحد راح لحاله. وسليم؟ زي ما قلت لحضرتك عميل مهم في البنك اللي بتشتغل فيه ملك. طيب انت ما عندكيش اي تليفون نقدر نكلم سليم عليه؟ احنا طلبناه كتير لقيناه مقفول. هو كان قايل لي لو لقيتي تليفون مقفول سيبيني مسج وهكلمك على طول. ملك بتشتكي من ايه؟ من ساعة ما جات لنا وهي على الحال ده ما بتنطقش. ملك تعالي يا ملك، تعالي معايا تعالي.
على القسم الشرعي. حاضر نزلها. السلام عليكم. ولا بقى دخلها جوه. يا ست نوال، يا ست نوال، ايوه استلم الحاله الجديده. تعالي يا رضا اقفلي الباب وايدي بيانات الحاله دي بسرعه. ايوه للاسف. عموما يا فندم انا متشكر جدا. اكيد طبعا هتصل بسيادتك. سلام. كده نقدر نبدا اجراءات الدفن. انا هتصل بعلا اخت احمد عشان الجنازه. لن ازيك يا عم؟ حبيبي ايه؟ يا تيتا انت جيتي امتى؟ انا نمت الساعة 5 ما كنتش جيتي. طب يا ماما فين؟ في ايه؟ تعال يا ادم عايز اتكلم معاك في حاجه. انت راجل مش كده؟ اه. ايه؟ لا لا ده جاوبني بس، راجل ولا لا؟ راجل طبعا. في ايه؟ انا هقول لك خبر وحش يا ادم، يمكن الخبر ده يخضك في الهواء، بس محدش عارف ربنا رايد لنا الخير فين. ماما حصل لها حاجه؟ ماما حلوه وكويسه بو. هي بس تعبانه شويه، بس مش هي دي المشكله. بابا امبارح عمل حادثة يا آدم، حادثة بشعة أوي للأسف. خالتك ندى كانت معاه. هو كويس؟ إيه اللي حصل؟ الحادثة كانت بشعة أوي. نقلوا المستشفى وحاولوا معاه، بس محدش قدر يعمل حاجة. بابي مات؟ وخالتك ندى كمان. تعيش أنت. هشوف ماما. هتشوفها يا حبيبي ما تقلقش، هي بس في المستشفى محدش بيزورها عشان نفسيتها تعبانه.
انا عايز اشوفها. هوديك ليها والله. اول ما تخف كده هاخدك وخليك تقعد معاها كمان. على فكرة الرجالة بتعيط عادي. يا عم سلامة ولا لسه شوية؟ الحمد لله يا دكتور، احنا صحينا الصبح وحركت عينينا. هايل كويس قوي. أكلت حاجة ولا لسه؟ يا دوبك هما لقمتين تلاتة، بس بعد كده علقت لها محاليل. طيب خليك وراها كل شوية يا مال، حاولي معاها طول الوقت، حتى لو حاجة بسيطة مع المحلول. حاضر يا دكتور. طيب اقعدي يا مالك، اقعدي يا مال. تعالي. هنا. أيوه. قولي لي بقى اسمك ايه؟ انت سامعاني؟ طيب تمام كويس قوي. ردي عليا بقى قولي لي اسمك ايه؟ انا اسمي هشام. انت بقى اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ملك. اسمك ملك. اسمك ملك. صباح الخير يا فاطمة، استحمينا اهو بقينا حلوين. انت صحيتي؟ اوعي تنامي تاني، خدي بالك من الاكل. وبعدين معاكي يا فاطمة، ما تضايقيش زميلتك لحسن اقول للدكتور. ها هي ناصحة، مش هتعرفوا تنيموها تاني، خدي بالك من الاكل وبالخصوص الطبيخ. الطبيخ خدي بالك دول غدارين. طيب بقول لك ايه، تحب اساعدك ادخل معاكي؟ يا سليم يا سليم، وحشني والله قلبي معاك. دي قهوتك المغلية وسيدة زي ما انت بتحبها. مش عارف اردو الولد ده لما يعرف اللي حصل هيستوعبه ازاي. كده كده هيعرف مهما حاولنا نخبي عليه. الله يكون في عونه طبعا، بس اللي انا مستغرباه احساسك ناحيته. انا عمري ما تصورتك اب، بس شكلي بكتشفك لغايه النهارده. ما انا كمان معاك اهو، بكتشف نفسي من جديد. بس انا قلقان فعلا، ولا انا ماليش حق اقلق؟
طبعا انت اللي عديت بيه ده صعب قوي قوي، وانا متاكده انك هتعرف تعالجه كويس. انت طول عمرك بتهندل الازمات وبتعدي، ان شاء الله هتعدي. احنا تشرفنا بحضرتك يا هاني، وسعدني فعلا ان انا اتشرف بالطفل هنا في المدرسه، وخصوصا انه جاي من مدرسه سمعتها هايله. فين البراند بتوعه؟ والده توفى في حادثه عربيه من 10 ايام، مامته جالها انهيار عصبي وحجزوها في المستشفى. هو عايش معايا انا. انا اسفه جدا، الله يرحمه، وإن شاء الله بنت حضرتك هتخرج من المستشفى بالسلامة، بس من غير ورق قانوني يثبت إن حضرتك الوصي على الطفل أنا مش هقدر أقبله. يعني إيه يا فندم؟ السنة تروح على الولد لما تخلص إجراءات الوصاية أو لما أمه تخف؟ أنا مقدرة للي حضرتك بتقوليه بشكل شخصي، لكن أنا أسفة، هو ده القانون للأسف، أنا مش هقدر أقبل الطفل. مفهوم. شكرا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. أنا هحاول أوصل لحد من مجلس أمناء المدرسة عشان يدلنا على طريقة ندخل بها أدم. أعتقد حضرتك طبعا ليك علاقات كويسة في المنطقة التعليمية، ممكن يلاقي حد يساعدنا في الموضوع ده. أنا عمري ما عملته مستر، عمري ما تخطيت لوايح. بس أنا متهيألي في حالة زي حالة آدم ديت عشان خاطر مستقبله متهيألي يستحق استثناء، مش كده ولا إيه؟ أكيد أكيد طبعا. حاضر. كانوا بيراقبوني من شباك العمارة اللي قدام بيتنا، زرعوا لي كاميرات وميكروفونات في كل حتة في البيت. بس انتي عارفة انا كنت واخدة بالي كويس قوي من كل حاجة، لا كنت بنام ولا بنزل من البيت. بس في يوم زهقت منهم قوي وقررت ان افضحهم قدام الكاميرات والميكروفونات بتاعتهم. وقفت قدام الكاميرات والميكروفونات بتاعتهم وبهدلتهم، بس بصراحة خفت لحسن ينتقموا مني عشان فضحتهم. عشان كده استنيتهم في يوم لما ناموا وسجلت صوتي وشغلتهم بيه وهربت من البيت وجيت على هنا. اصل انا اتعلمت كده لما مت، ما تستغربيش، انا مت قبل كده على فكره، وفي كل مره كنت بهرب من هناك وباجي على هنا. بتعملوا ايه؟ انتوا مش ناويين تروحوا تتعشوا النهارده ولا ايه؟ يلا يا فاطمه انت ومالك عشان تتعشوا. خلاص عرفنا يا عفاف، ده انت مزعجه قوي. خليكي نصحة زي وخدي بالك من الأكل. يلا يا فاطمة عشان تتعشي. يلا يا ملك. يلا عشان تتعشي. يلا. تدخلي معايا جمعية يا عفاف؟ ده مين اللي عامل الجمعية دي؟ بصراحة أنا عايزة أبيض الشقة، اتبهدلت قوي. طيب ماشي هخش معاكي، بس هتقبضيهاني إمتى وبكام؟ يعني أعمل حسابك؟ آه، بس ما ترمينيش في الآخر. يلا يا ملك عشان تتعشى. يلا يا ملك عشان تاكلي. خدي يا ملك زبادي. طيب معلقة واحدة بس. طب بلاش الزبادي، بصي خدي مربى. يا ملك افتحي بقي. ملك انت لازم تاكلي حاجة يا ملك. طيب خدي واحدة بس. طيب طب بلاش مربى، معلقة زبادي.
يلا يا ملك افتحي بقك. طيب معلقة واحدة. يا ملك افتحي بقك. ملك. ألو، إيه في إيه اللي بيحصل؟ يا نهار أبيض، حصل إمتى ده؟ طيب طيب، إديها حقنة هالبرول 5 مللي. اسمعيني، إديها حقنة هالبرول 5 مللي، ولا أقول لك خليهم حقنتين. يلا وأنا جاي فورا. فين ملك؟ ملك في اوضه الكشف مع فايزه يا دكتور. وايه الفوضى والهرجله دي يا عفاف؟ ايه اللي جاب دول هنا؟ اعمل ايه طيب يا دكتور؟ ما عرفتش اتحكم فيهم، كنت مخومه مع ملك واديتها الحقنتين اللي انت قلت لي عليهم. كنت مخومه؟ طب اتفضلي روحي عند ملك لحد ما اشوف ايه اللي بيحصل وارجع لكم. حاضر يا دكتور. يلا يلا يلا، كل واحده على اوضتها، يلا كل واحده على سريرها. يلا يلا يا رضا، دخليهم يا رضا. يلا يا جميله على سريرك يا جميله. يلا يلا يا فاطمه، يلا يا فاطمه على سريرك يا جميله. ملك، ملك، الحالة دي انتكست دكتور هشام، دخلت في مرحلة تخشب كاملة تاني، هنضطر نبدأ من الأول. مكانش ينفع تعيشي بعد ما قتلتي، كان لازم تموتي زيهم عشان ترتاحي، ولا حاولتي وهما لحقوكي زي؟ يلا يا ادهم، خش لي بحقك اللي انت عايزها، مستنيك. حاضر. احنا ما جبناش شنطه نحط فيها الحاجات. اكيد ماما عندها شنطه هنا ولا هنا، ما تعرفش فين؟ يمكن في اوضتها. طب ماشي، روح لم حاجاتك وانا هشوف.
هذه الشنطة يا سيدي، يلا. وما فيش حل خالص اني افضل في بيتي ومدرستي؟ انا حاسس باللي انت فيه. ادعي ربنا يشفي ماما وانت ساعتها ترجع البيت والمدرسة، بس لحد ما ده يحصل لازم تبقى راجل وتستحمل، ولا ايه؟ يلا لم هدومك وانا مستنيك بره. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا استاذ سهام، اتفضلوا. البقاء لله. قلوبنا معاكي، بس انت ست مؤمنه وتقدري تعدي المحنه دي باذن الله. شاكره جدا، الحمد لله على كل شيء. والحقيقه انا ليا طلب ارجو ان حضرتك تساعدني فيه. تحت امرك، جايه تمددي الاجازه، مش مشكله يعني لو الرصيد بتاع الاجازه. لا يا فندم. الحقيقة هو طلب يخص مدرسة حفيدي. دي أكيد حاجة كبيرة قوي اللي تخلي الأستاذة سهام تيجي بنفسها تطلبها. تحت أمرك خير. من عناية هخليهم يجهزوا لك جواب توصيل للمدرسة، وإن شاء الله يقبلوا الولد على طول. ما أنت عارفة مفيش حاجة بتمشي في البلد دي من غير واسطة. وسيبك بقى من الناس بتاعة الشعارات الفاضية اللي بتقول غير كده. المغسله هيجوا امتى؟ الملايات عطلت، ولا اقول لك اطلعي الاداره هم يتصرفوا معاها. اقول لك ايه يا منى؟ هي دي جديده؟ جايه ليه؟ بعدين يا ام عمرو بعدين. تعالي يا حبيبتي.
اقعدي هنا، اقعدي هنا يا مريم. تؤمر بحاجة يا دكتور؟ اتفضلي انت. ازيك يا ملك؟ انت عارفة انت هنا ليه؟ انت هنا عشان تعبانة، وعشان تتعالجي وتخفي لازم تنفذي كل التعليمات اللي هنقولها لك، ولازم تسمعي كلام منى وبقية الممرضات، يعني الأكل في ميعاد والدواء في ميعاد، وإن شاء الله هتخفي وتبقي كويسة وترجعي لابنك. أنا آسف جدا ما عرفتكيش بنفسي من الأول. أنا الدكتور أحمد مدحت، رئيس قسم المودعات هنا في المستشفى، وأنا اللي هتابع حالتك أنا والست منى. المكان هنا بشكل عام لطيف، بس دي مش دعوة إنك تقعدي معانا هنا على طول. يعني أحب أطمنك، الممرضات شاطرين جدا ولطاف جدا، زميلاتك هنا زيك بالظبط، بيتعالجوا تلاقيهم في حالهم، محدش هيضايقك أبدا. انت سامعني كويس؟ طيب ردي عليا. انت بتشتغلي ايه؟ بشتغل. طيب عندي كام سنة؟ عندي. انت قبل ما تيجي المستشفى كنت عايشة فين؟ عايشة مع مين؟ ابنك اسمه ايه؟ آدم. اتفضل، احنا كنا هننجبه. سيبك منه يا عم، ده عيل سيس. اقول لك اقف انت جوه. مش عارف. ها؟ نشوف. يلا. مساء الخير يا تيتا. مساء النور. عملت ايه النهارده؟ كويس. يلا روح اغسل ايديك عشان احضر لك الاكل. ماشي. قول لي حددوا مواعيد امتحانات الشهر ولا لسه؟ ادونا الجدول النهارده. عملتوا ايه في الفرنساوي؟ كويس يا تيتا. تنقسم الخلايا إلى حيوانية ونباتية، وهناك أيضا النواة التي تفك بالشفرة سمي قبل ما الوراثية.
سمي قبل ما تشربي. يمكن رؤية الخلايا بالمجهر وجميع عنوانها. ايه يا ملك؟ ما كلتيش غير معلقتين بس؟ ما ينفعش كده يا حبيبتي. الدكتور احمد قال لازم تتغذي كويس. طب ايه رايك بقى اكلك انا بايديا؟ يلا حبيبتي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هينفع كده يا ملك. راح فين الحلقه؟ خدي البرشام قبل ما تمشي. مانيش واخده البرشام. ما ينفعش، لازم تاخدي ده قبل ما تمشي. قلت لك مانيش واخده البرشام. انت مجنونه ولا ايه؟ هو بعدين معاكي بقى يا سعاد، سيبي الحالة تمشي من غير ما تاخد الحباية. الدكتور أحمد قال خلي حالة على راحتها، تاخد الحباية زي ما تحب. ما ينفعش يا منى، على مسؤوليتك يعني لازم تاخد الدواء قبل ما تخرج. خلاص بقى، أنا هبقى أديها الحباية بمعرفتي وهي مزاجها رايق كده وبتشرب الشاي بعد شوية. اتفضلي أنت يا حالة. ها كلي بقى يا ملك عشان خاطري. يا حبيبتي كده لو ما كلتيش هضطر أعلق لك محاليل. تفكي عن نفسك. ايه رايك؟ طب يلا على مهلك، على مهلك السلم. ملك اقعدي هنا يا حبيبتي. مكاني 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 هودة. مكاني هودة. خلاص خلاص يا هودة، اهدي مكاني. اهدي شوية يا حبيبتي، معلش دي لسه جديدة، ما تعرفش ان ده مكانك يا حبيبتي. تعالي تعالي يا حبيبتي، قومي قومي يا حبيبتي، اسم الله عليكي. تعالي خلاص خدتي مكانك المقدس. تعالي يا حبيبتي، معلش اصل هي بتجيلها الحالة لما تلاقي حد قاعد مكانها. تعالي يا حبيبتي، اسم الله عليكي. حسب اطلع سليم. ازيك؟ الحمد لله يا طنط. عدم جنبك؟ لا خير، انا كنت رايح بكره ازور ملك في المستشفى. اما خلاص سامحوا بالزيارات. انا عارف انت بتفكري في ايه يا طنط، بس ما ينفعش نسيبها لوحدها في المستشفى كل الوقت ده. على الاقل نبقى جنبها عشان نعرف العلاج وصل لايه. لسه مش قادره، المرة الجاية هاجي معاك إن شاء الله. ماشي يا طنط براحتك، أنا بس حبيت أقول مع السلامة. انا بحبك قوي وعايزك تذاكر كويس علشان تنجح وتدخل اي كليه انت بتحبها ما عدا كليه شرطه. مفيش ضباط تاني في العيله. هابي بيرثدي. لا يا كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. تعالى بوريك جبت لك ايه. تعالى. ايه رايك؟ حلو قوي. كل سنه وانت طيب يا عيون. واو. يلا بقى نطفي الشمع. يلا بينا.
الله سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هحط لك الرز النبض عليكي يا جنة. هتي إيه؟ لعن الله المتبرجين والمتبرجات. بلاش مش هيلي عليكي ولا حاجة. استغفر الله العظيم يا رب. ايش في الكتابة؟ أم عمرو خليها تكتب في الراديو عارفة إنها ما بحبش الست اللي بتغني دي. حاضر حاضر يا حبيبتي. مديحة يا حبيبتي إحنا مش في بيت أهلك هنا. بالراحة، فيه اللي تعبان وفيه اللي مصدع وفيه اللي ما بيحبش أم كلثوم من أصله. لو إني يعني مش عارفة إزاي في حد في الدنيا ما بيحبش الست، لكن أهو أدي الله وأدي حكمته. بالراحة يا حبيبتي، وطي الراديو شوية. ولا أقول لك إيه رأيك تاخدي الراديو وتروحي الجنينة تسمعيها على راحتك؟ يا مديحة مش كده، استهدي بالله، ده أنت يا حبيبتي طول عمرك كويسة وما كنتيش بتاعة مشاكل. ازيك عامله ايه؟ انا شفتك قبل كده على فكره، انا هلال حسن. شكلك مش بتحبي الاغاني القديمه زي، على فكره معاكي حق، دي اغاني كئيبه وسخيفه ومحدش اصلا يقدر يرقص عليها. اما اللاتين ميوزك بقى التيمبو بتاعها هيجنن. لما مره رحنا خدنا دروس سالسا انا وياسر الترينرز ما كانوش مصدقين قد ايه بنرقص حلو مع بعض. قعدنا طفت الاغنيه، طفت الاغنيه. مار ساميه، ما تتخضيش من هالك منها، يعني خفيفة كده وعمالة تجيب كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، بس هي روحها حلوة. هي بقالها هنا كام أسبوع بس، وعلى فكرة هي جاية هنا زي كده، أصلها قتلت جوزها اللي اسمه ياسر ده، ولغاية دلوقتي حبت عيني ما هياش مصدقة انها عملت كده لانها كانت بتحبه قوي. سبحان الله 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 سبحان مناسبة ايه ده يا حبيبتي؟ من غير مناسبة يا حبيبي. ميرسي. ازيك يا طلب؟ ازيك؟ ازيك يا باشمهندس؟ معلش اتأخرنا عليكم النهارده. احنا لسه جايين اصلا دلوقتي. هو انا المفروض ان انا اجيب لك بيرفيوم ما يحطوش اي راجل تاني في الدنيا؟ يعني صدفه بقى ان احمد حاطط نفس البرفان كويس. اكيد طبعا صدفه. امال دماغك فكرت في ايه؟ عفوا يا فندم. بعد اذنك انا ادخل زياره المريضه جوه. اتفضل حضرتك. اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. حضرتك عارف انا هنا بخصوص مين؟ طبعا مدام ملك. تمام. انا كنت عايز اتاكد واطمن عليها، ايه حالتها بالظبط؟ هي مدام ملك جات لنا وهي بتعاني من مرض اسمه الكاتاترونيا. ده نوع من انواع الذهان اسمه الذهان التخشبي.
هي جت في حاله متقدمه جدا، لكن الحمد لله بدات تستجيب للعلاج. اي نعم الاستجابه بطيئه شويه، لكن بالتاكيد في تحسن. طب يعني هي دلوقتي واعيه للي هي فيه، فاكره اللي حصل، عارفه هي فين وبتعمل ايه؟ الحقيقه موضوع الوعي والادراك ده ملوش اي قواعد، يعني ممكن تخف تماما من اللي هي فيه وتفضل برضو مش واعيه باللي حصل، وممكن بعد ما تخف من الكاتاتونيا تخش في حاجه تانية خالص، وممكن ربنا يكرمها وتعدي المراحل دي كلها. احنا الحقيقه هنا بنتعامل مع الحالات دي حسب تطوراتها اليوميه، يعني ما بنبقاش شايفين لبعيد قوي كده، يوم بيوم. طب ممكن يا دكتور اي حد من اهلها يشوفها، ابنها مامتها، يعني ممكن يساعد في العلاج شويه؟ اه طبعا اكيد هيدعمها نفسيا وممكن يخليها تستجيب للعلاج بشكل اسرع، لكن مش بالضروره يكون له علاقه بمساله الوعي والادراك. اصل الحالات دي ردود افعالها بتبقى مختلفه مش ثابته، يعني حسب حاله المريض وحسب بيئته الاجتماعيه اللي هو عايش فيها. طب انا ممكن اشوفها دلوقتي؟ ازيك؟ ازيك يا ملك؟ ملك حبيبتي، مدي ايدك سلمي على الاستاذ. طب يا حبيبتي انا هستناك هنا. الحمد لله شكلك كويس اهو. انت عارفه ان مامتك كانت عايزه تيجي النهارده، بس انا قلت لها بلاش النهارده، يعني على ما اعرف مواعيد الزياره وكده. انت هتفضلي واقفه كده مش هنقعد؟ هم عاملين معاك هنا ايه؟ الناس هنا كويسين معاكي؟ قولي لي ما تخافيش، انا كده كده هعمل اتصالاتي عشان لو في حاجه ممكن نقدمها في الخدمه او العلاج. وانا اللي قتلته؟ انا قتلت ندى واحمد. النيابه قالت كده، بس برضه النيابه قالت ان انت ما كنتش في وعيك، وانا كمان وماما وكلنا عارفين ان انت عملت ده وانت مش في وعيك. انت هنا للعلاج بس مش عشان حاجه تانية. علا ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا. معلش انا جيت لحضرتك كده على طول، بس كلمتك كتير في التليفون وعلى طول تليفونك مقفول. ساعات وعديت عليكي في الاداره التعليميه كمان النهارده، قالوا لي انك واخده اجازه طويله، قلت عدي. معلش. لا معلش ايه، اتفضلي بيتك ومكانك. اتفضلي. اهلا وسهلا. متشكره. اتفضلي اتفضلي. اخبار صحتك ايه يا طنط؟ الحمد لله تمام ماشي الحال، يعني شويه كده بقى وشويه كده. معلش ربنا يقويكي، انا عارفه ان الحمل عليكي تقيل. اه تشربي ايه؟ انا بعمل شاي، اعملك معايا؟ لا انت بتحبي القهوه زياده صح؟ لا شاي كويس، انا بطلت القهوه. تمام ثانيه واحده. السكر بره، حطي بقى زي ما تحبي. اخبار ادم ايه يا طنط؟ كويس الحمد لله، مبسوط في مدرسته الجديده، ده حتى بيقول لي ان هي يعني احسن من مدرسته القديمه، عمل لنفسه كده شله من زمايله لطيفه الحمد لله. والله لحق يعمل صحاب بالسرعه دي؟ اه. طيب
أنا هدخل في الموضوع اللي أنا جايلك فيه على طول من غير مقدمات. اتفضلي. أنا عاوزة آدم يجي يعيش معايا. يعني إيه يجي يعيش معاكي؟ يعيش معايا في بيتي، بيت عمته. هو عايش في بيته هنا معايا، بيت جدته. كل ده على عيني وعلى راسي. بس حضرتك عارفة كويس قوي إنه ما ينفعش يعيش معاكي في البيت هنا. ليه؟ ليه ما ينفعش يعيش معايا في البيت ده؟ ده بيت جدته. وانا ليا فيه زيك بالظبط ويمكن اكتر كمان. ما قلتش حاجه، بس اسمحي لي، يعني الظرف اللي بتمر بيه ما يسمحش لاي بني ادم انه يعيش حياه طبيعيه. اكيد حضرتك مقهوره على ملك ومقهوره اكتر على ندى. مال قهرتي ومال ان حفيدي يعيش معايا؟ يا طنط خليني ساكته بقى، انا مش عايزه اغلط. هتربي ازاي؟ هتقولي له ايه؟ انت نفسك هتامني عليه من نفسك ازاي؟ ده سبحان من ما قويكي وما خلاكيش تتجنني زي بنتك. حاسبي على كلامك لو سمحتي. انا عارفه انا بقولك كويس قوي، وبعدين انا رأيت الظروف وما جيتش قلتلك على طول بعد ما اخويا اتقتل انه يجي يعيش معايا، واستنيت شويه ورأيت العيش والملح. لكن لكل شيء نهايه. ادم هيعيش معايا، وانا مش هسمح لحد ان هو ياخد ادم مني، وانا مش هسمح ان ادم يتربى في البيت اللي اتربت فيه امه اللي قتلت ابوه. بصي يا طنط، خلينا نحافظ على اخر شعره بينا، وربنا وحده اللي يعلم احساسي ايه تجاه البيت ده. لكن انا ساكته وكاتمه في نفسي عشان خاطر ادم. وحضرتك مربيه فاضله ويهمك مصلحته اكيد، وعارفه القانون كويس، والقانون في صفي، وانا هاخد ادم بالقانون. ولو بتحبيه بجد وخايفه عليه، وفري عليه الطريق ده، ما تخليهوش يتبهدل في القضايا والمحاكم. الواد مش ناقص، في اللي مكفيه. استنى حضرتك اللي تكلمني يا طنط، مفيش داعي للمشاكل. قتلتيني. هو انت تقدري تهوي من ناحيتي اصلا؟ طب قولي الكلام على قد. هم قالوا لي كده ليه؟ معرفش. وبعدين هو انت بتصدقي اي حاجه كده يا ملك؟ ما انا قاعده جنبك اهو بتكلم معاكي عادي. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت لازم تيجي معايا ونقول لهم انك انت عايشه. طب استني بس، عايزه احكي لك موضوع سواق التاكسي ده. هحكيهولك. استني احكي لك بس موضوع. ملك تعالي معايا نقول لهم انك انت عايشه. استني اسمعي. تعالي معايا نقول لهم انك انت عايشه. تعالي معايا نقول لهم انك انت عايشه. يا سعاد تعالي معايا. يا سعاد تعالي الحقي الست دي شكلها فاكر ان هي فيه. تعالي معايا اشجان، يا اشجان ندى ما ماتتش. تعالي معايا قولي لهم انك انت عايشه. واحمد كمان عايش. اهدي يا ملك، اهدي اهدي يا ملك، اهدي. ماشي، عارفين ان هي ما ماتتش. عايشه يا ندى. طيب تعالي معايا قولي لهم انك انت عايشه. تعالي معايا قولي لهم انك انت عايشه. طيب طيب تعالي معايا. تعالي معايا قولي لهم انك انت عايشه. طيب تعالي معايا قولي لهم انك انت عايشه. تعالي معايا تعالي معايا. مشكله كبيره كمان، اول مره تحصل في المدرسه. خلاص انا هقولها اللي حصل ونشوفه. اهلا وسهلا يا مدام سهام. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ميس ناديه مدرسه الكيمستري، وهي اللي حضرت الموقف بين ادم وانس. اتفضلوا استريحوا. خير يا ميس ناديه؟ أنا كنت قلت الكلام ده لميس عزة من أول ما آدم جه. آدم للأسف ما بيسمعش كلام حد. ما أقدرش أقول إنه مشاغب أو يعني شقي، لكن عنيد. وللأسف دي شكوى عامة. شكوى عامة؟ غريبة. آدم هادي جدا في البيت. أنا قلت لحضرتك هو مش مشاغب، وده اللي خلاني مش متصورة إنه يمد إيده على حد. خليني أحكي لك اللي حصل من الأول. أنس حاول ينكش آدم بس واضح إنه استفز، يعني كان عايز يتعرف عليه، بس واضح إن هزاره كان تقيل شوية. عمل له إيه يعني؟ ما عنديش فكرة، أنا ما حضرتش الموقف من أوله. أنا فوجئت بالأولاد بيفضوا خناقة، ولما رحنا نشوفهم اكتشفنا إنه آدم هو اللي بيضرب. طيب إيه اللي خلاه يوصل لإنه يضرب؟ يا مدام سهام، مفيش أي مبرر يخلي طفل يعمل كده. حضرتك أنا مش بدور له على مبرر طبعًا، أنا بسأل بس إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ما عنديش فكرة بصراحة، بس واضح إنه الولد مهزوز نفسيا،
ده تصرف مش طبيعي، خصوصا انه حضرتك بتقولي انه ده مش طبعه. يا ترى كلمتوا اهل الولد التاني؟ طبعا هنبلغهم، بس على الاقل نفهم هنقول لهم ايه وادم لازم يعتذر لانس. حضرتك يا مدام سام عارفه لو الموضوع ما اتحلش هنا ممكن اهل الولد يعملوا ايه؟ ادم فين دلوقتي؟ الولدين مع الاخصائي النفسي، وهو اللي هيقول لنا هنعمل ايه معاه. ادم اسمعني كويس، اسوأ حاجه انك تخفي عن نفسك سبب غضبك الحقيقي، لانه ببساطه مش هيختفي، بالعكس ده هيعشش جواك وهيحولك بالتدريج لشخص تاني انت نفسك ما تعرفوش. واحده واحده هتلاقي نفسك بتصرف تصرفات غريبه عليك ما تعرفش ايه سببها. ادم كل ده سببه انك كسفت تقول انك غضبان وانك مش عايز تقبل اللي بيحصل لك حتى لو بينك وبين نفسك. انت فاهمني يا ادم؟ وانت يا سي انس، احنا مش اتفقنا نبطل شغل عيال الابتدائي ده؟ الو، ايوه حاضر، هاجي لحضرتك حالا. اسمعوا، انا هسيبكم تفكروا في الكلام اللي قلته لكم من شويه وهرجع تاني. ادم جدتك عند ميس عزه وشكلهم شحنوها على الاخر، كل اللي طالبه منك انك توصل لها فكره انك مقتنع فعلا انك غلطان. اتفقنا؟ خايف منها ولا ايه؟ خلاص يا عم انت على طول قافش كده. بقول لك ايه، ما تمثلش، هي كلها اسبوع سسبنشن واقضيها بقى. اكس بوكسك، لابتوبك، فيسبوكك، ايه بس؟ طب انت بس قول لي بيتك فين وانا هجي لك واجيب لك الايباد بتاعي واقضيها معاك. ولو ما خلصتش على سسبنشن بقى رفض ما يعملوهاش، انت مش بتدفع. تحب تتعاقب ازاي؟ اللي حضرتك شايفاه. البرود اللي انت فيه ده، ايه البرود ده؟ انت عارف انت لو اتطردت من المدرسه دي هيحصل لك ايه؟ هتروح مدرسه حكومه، هناك بقى هتتعلم الضرب اللي على اصوله. انت مش عارفه اللي حصل. مش عايزه اعرف. كفايه ان مديرتك قالت لي ان الولد كان هيموت في ايدك. كرهي ادم، انت مش حاسس بالمصايب اللي احنا فيها؟ بتزود عليا مصيبه جديده. انا اسف. اسف؟ اسف عادي كده؟ اوعى يا ولد تكون فاهم ان انا ست كبيره وان انا مش هقدر عليك. قسما عظما يا ادم، الاسبوع اللي انت قاعده ده لا في كمبيوتر ولا لعب ولا حتى سمع مزيكا، وعلى الله ادخل اوضتك الاقيك بتعمل اي حاجه تانية غير المذاكره، مفهوم؟ يلا اتفضل على اوضتك، اتفضل. لا لا، دول أربعة مش ثلاثة كده، مش هينفع مش هينفع، عيدي تاني من الأول. دي سابع مرة توضى فيها، أنا كده هيجيلي برد. أمال يعني يا سيدي بتتوضي غلط؟ تاني من الأول، ركزي. أيوة كده، اغسلي كويس. أنا مش عارفة جوزك كان مستحملك إزاي. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا أبلة؟ أبلة؟ بتقولي أبلة تاني؟ بصي بقى، أنا هصلي من غير وضوء. طب أقول لك، مش هصلي خالص. رايحة فين؟ تعالي. ملك، يلا يا ملك، يلا اختك عايزه تدخل الحمام. ملك. ماما انتي بتعملي ايه هنا يا ملك؟ حرام عليكي، ندى بطلها بتتقطع. اخلصي.
ماما. حقك عليا يا دكتور. ما شفتوش هنا ست كبيرة كده ماما؟ لا لا والله ما حدش دخل غيرنا. متأكدين؟ أيوة متأكدين. بقولك ايه، طيب ما تيجي تتوضي وتصلي لك ركعتين، يمكن ربنا يريحك وتلاقي الحاجة. استغفر الله العظيم يا رب. يلا بينا يا دكتورة من الأول. آدم، أنا عايزك ما تجيبش سيرة بابي وأنا نادى خالص قدام ماما. أنت مش عارف لو فتحت الموضوع ده ممكن يحصل إيه؟ العلاج هيبوظ خالص. إحنا عايزين ماما ترجع لك، ها؟ حاسسها إن أنت كويس. حاسسها إن أنت مبسوط مع جدتك. حاول تطمنها يا آدم. ما خلاص يا أنكل، ده أنا عمرها تقول الكلام ده. أنا ما عنديش 6 سنين. تحبه ما تكلمش خالص؟ لا أبداً يا حبيبي. إحنا بس خايفين على ماما مش أكتر. وانا كمان خايف عليها. وحشيني يا اختي والله، بس الظروف ما سمحتش ان انا اجيلك. معلش اعذريني. انت كمان وحشتيني قوي حبيبتي، بس ليه ما جبتيش ولادك معاكي؟ دول وحشوني قوي. راحوا عند اخوكي عباده في اليوب عشان يحضروا حنه اخت مراته. انا مش فاهمه هم ليه مش عايزين يخرجوكي من هنا، ده انت بسم الله ما شاء الله بقيتي زي الفل. انا عارفه لهم بقى، هم كل شويه يطلعوا لي بحاجه ويقولوا لي ما ينفعش انك تطلعي دلوقتي، بس ما تشغليش بالك. أنا الحمد لله كويسة هنا. اقعدي. وحشتيني قوي ماما، كان نفسي اجيلك من زمان. انا قلت الادم على كل اللي حصل يا ملك. كان لازم يعرف ان باباه وخالته ندى توفوا في حادثه العربيه. ادم خلاص كبر وبقى راجل ولازم يعرف الحقيقه. كويسة هنا يا ماما؟ مرتاحة مع الناس دي؟ طب هو انت هتطلعي امتى عشان نروح بيتنا مع بعض؟ ده يا باشمهندس نقدر نقول ان احنا بنسبه كبيره جاهزين لدوريد الطلبيه في ميعادها. تمام، شوف اللي ناقص وكمله وابقى رد عليا. ضن يا باشمهندس. يا سامح قول لي، هي ملك هتفضل قاعده قد ايه في العباسيه دي؟ كتير يعني؟
مش عارف بالظبط يا سليم، بس على الاقل لما تجتمع اللجنه وتشوفها. طب اللجنه دي هتجتمع امتى؟ فيها يا سليم مالك؟ انت منفعل قوي كده ليه؟ لا اصل ادم ابنها راح زرها في المستشفى و... بصراحه الولد عنده حق، مستشفى زي السجن. ايوه بس انت عارف انها متهمه في جريمه قتل. عارف انها جريمه قتل، بس هي في المستشفى عشان تتعالج مش عشان تتعاقب يعني. انا لو ممكن تعالج في مكان تاني ليه لا؟ خليني اسال واشوف الموضوع ده ممكن يمشي ازاي. خلاص شوف كده ورد عليا. ميرسي يا متر، سلام. يلا يا بسمة نام، يلا يا هدى نام، يلا كل واحدة على سريرها. نام يا دكتورة. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ملك؟ اتفضلي انت يا منى. شكرا. عامله ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا هدى. اخبارك ايه؟ بصي انا عارف ان احنا كنا المفروض نتقابل من بدري، بس معلش هو انا حصل لي مشكله في الوزاره يعني. تصدقي الدبلومه بتاعتي مش لاقيينها في الوزاره، مش لاقيينها في اي دوسيه. عايزين نعمل ايه يعني؟ اروح اجيبها بنفسي؟ انت بتحكي؟ طب على فكره بقى انا رحت وجبتها من جوه، لولا كده كان زماني بعيد الدبلومه من الاول. طب قولي لي مبسوطه معانا هنا؟ بص هو انا عارف ان المكان في الامور ما يبسطش، بس يا ستي هو بينا يبسطك ولا ايه؟ طيب قولي لي في حد مضايقك؟ يعني حد من ممرضات زمايلك في العنبر؟ كلهم طيبين. طب ايه اخبار معمر؟ طيبة، هي ست طيبة. لا هي ست خبرة طبعا، يعني هي تقريبا اقدم مني في المستشفى، ده اقدم من المستشفى نفسها يا شيخ. طيب بص بقى يا ملك، احنا القعدة دي مش قاعدينها عشان خاطر نتعرف على بعض، أنا عارفك كويس أوي. القعدة دي قعدنا عشان خاطر تعرفي على نفسك. عايزك تستريحي خالص وتسيبي نفسك. وما تركزيش غير في الأسئلة اللي هسألها لك. اتفقنا؟ طيب يا ستي. مكتوب قدامي هنا إن والدك المهندس عبد الله الكيلاني كان مهندس بترول في البحر الأحمر. مظبوط؟ طيب. فاكراه يا ملك؟ يعني عشان هو بس بيقولوا هنا ان توفى وانت تقريبا عندك 9 سنين؟ مظبوط. طيب قولي لي ايه اكتر حاجه فاكره فيه؟ فاكراه طبعا، كان طويل وعريض وكان ليه دقن كده، وكان بيشوكني كل ما يجي يبوسني. وفاكره ان هو لما كان بيجي في الاجازات كنا بنروح السينما، كنا بنتفسح، وكان بيعمل لي كل حاجه حلوه. فاكره وفاته يا ملك؟ يعني فاكره حسيتي بايه وقتها؟ فاكره فاكرة إن كل حاجة حلوة راحت. ازاي؟ احكيلي. أنت عارف آخر طلب لست شوشو كان إيه؟ خير؟ عايزة طيارة؟ بتهزر؟ عايزة علبة ميك أب أوريجينال من بتوع الكبار، وقالت لي بالنص مش عايزاها مضروبة يا ماما. لماحة البنت دي، عرفت منين إنك بتحطي مكياج مضروب؟ لا والله بجد. تعالى تعالى القهوة شكلها جاهزة، يلا. ها
بس انت مش متخيل حجم المأساة اللي انا فيها يا سليم. البنت شكلها خلاص تقريبا داخل على سن مراهقة وانا مش عارفة هعمل معاها ايه. مراهقة ايه بس، ما تكبريش الموضوع، البنت لسه صغيرة. المراهقة بتبدا في سن ابتدائي مش في الجامعة زي ما كان بيحصل ايامنا. كمية المعلومات اللي بتدخل دماغ الولاد من التلفزيون والسوشيال ميديا بتكبرهم بسرعة. ما هو ده نفس اللي بيعدي بيه ادم، بس هو بيعيش كارثة حقيقية. فجأة كل العالم اللي حواليه انهار، لازم يقابل الدنيا بطول. صعبان عليا قوي والله، الله يكون في عون. بس على الأقل هي جدته موجودة. جدته؟ جدته دي حكاية تانية خالص، هبحكي لك عليها بعدين. المهم ينفع يبقى آدم يجي يخرج معانا؟ أو يعني من سن شهد وبالمرة يقابل ناس طبيعيين شوية. ما عنديش مانع خالص، ممكن نعمل كده النهاردة. تمام. كان سليم ازيك؟ يا نساء شهد، ايه ده انت مش حاطط المكياج ليه؟ هو عشان المكياج هنا مضروب يعني؟ قول لها يا انكل ماما دي غريبه. بقول لك ايه بقى، انا هقوم اروح الشركه واخد الاستاذه في طريقي، مش رايحه درس الساينس بقى. هو ساينس فعلا، معلش هنتعبك معانا، ما انت متعود على كده. اصل انا عندي ميتنج مهم جدا مع خالد، لازم اجهز له كويس. ايه هتتخانقي؟ انا مش ناويه على كده دلوقتي، بس لو هو طالبه معاه خناقه انا جاهزه. الله على بركه الله، يلا يا عروسه. سلام. باي. انت مش خايف مني؟ لا اخاف منك ليه؟ علشان انا قتلت، وقتلت مش اي حد، قتلت جوزي واختي. لا مش خايف منك، انت دلوقتي مش الشخص اللي قتل. انت لما قتلتي ما كنتيش في وعيك، كنت مريضة، دلوقتي انت في مرحلة العلاج. خاف منك ليه؟ اي حد بيقتل بيكونش في وعيه. لا طبعا يا ملك مفيش الكلام ده، في حاجة اسمها قتل بع سبق الإصرار والترصد. الإصرار والترصد دول يعني البني آدم في وعيه. يعني انا ممكن اقتل تاني وانا في وعيه؟ لا ما اعتقدش، لانه انت مش من الناس اللي ممكن تعمل كده. عارف انا لو من الناس اللي ممكن تقتل وهي في وعيها، عارف كنت قتلت مين؟ عارف مين؟ ماما. هو ليه حضرتك مش عايزاها تشوفك؟ لسه شوية. حضرتك مستغربة؟ مش مستغربة قوي، أنا عارفة أن علاقتك بملك كانت متوترة. هي اللي قالت لك؟ أيوة. أنت شايفة أن الكلام ده مش حقيقي؟ حقيقي. أنا اللي ما فهمتش ده غير متأخر. معلش ما تلوميش نفسك بزيادة، أنا بحاول أتعالج، بتابع عند دكتور نفسي. أصلاً يا دكتور مش عايزة مجرد إن أنا أشوف ملك من بعيد لبعيد، أنا عايزة أشوفها بجد، عايزة أكلمها بجد، بس مش عارفة أقدر أعمل كده ولا لأ. هتقدري طالما عاوزة هتقدري، بس هي مسألة وقت. شكرا. خدي بالك منها. حاضر. عن إذن حضرتك. اتفضلي. ممكن أقطع الحالة التأملية الجميلة اللي أنت عاملاها دي؟ انت خلاص قطعتها. عامله ايه مع رؤى؟ السؤال ده ليه علاقه بالرساله اللي انت بتعملها؟
لا بدردش معاكي يعني سؤال بصفة ودية. كويس. لازم طبعا تكوني كويسة. واحدة زي بقى ما بتتكلمش كتير وحركتها قليلة هتكوني ايه غير كويسة يعني؟ هي يعني عندها ايه بالظبط؟ والله على حسب تشخيصي انا يعني بما اني المسؤول المباشر عن حالتها البنت بتعاني من حالة اكتئاب عظمى. بس اللي انا عرفته ان هي كانت بتحب واحد وما حصلش نصيب وحاولت تنتحر. بس انا مش مصدقه ان حاجه زي كده ممكن تخلي حد ينتحر. ياه انتي عرفتي حاجات كتير قوي عنها. سالت وعرفت. هو انت شايفه ان الحب سبب تافه؟ لا يعني مش تافه بس. بص يا ملك انا هقول لك على حاجه مهمه. لازم تبقي عارفه كويس قوي انه في ناس معينه الحب بالنسبه لهم هو الحاجه الوحيده اللي بيعيشوا عشانها. البنت رؤى اهلها لما رفضوا الولد اللي كان جاي يتقدم لها اتضايقت اكتئبت. اهلها كانوا فاكرين انه فتره وهتعدي. ما كانوش يعرفوا انه مرض بشع وما ادركوش الكارثه غير لما البنت حاولت تنتحر فجابوها على هنا. انت اللي عملتي في روحك كده. مين اللي عمل كده في مين؟ انت نسيتي اللي حصل؟ عايزه تطلعينا احنا الغلطانين؟ انا ما عملتش حاجه غير اني حبيت. حبيتي وبتقوليها كده بمنتهى البجاحه. بس هي اصلا مش غلطتك، هي غلطتي انا عشان انا اللي ما عرفتش اربيكي. لما تتكلمي عن الحب والمسخره وقله الادب بمنتهى البجاحه كده قدامي يبقى انا اللي ما عرفتش اربيكي. بجاحة؟ طب لحقتيني ليه؟ لحقتيني وجبتيني على هنا ليه؟ كنت عايزة إيه؟ كنت عايزة أنا نسيبك تموتي كفرة؟ عشان نتفضح وسيرتنا تبقى على كل لسان. بس ملحوقة، ما أنت أصلك قللت الرباية. لما تخرجي من هنا هيبقى لينا نظام تاني في كل حاجة. ما كفاية بقى، كفاية. أنت بتعملي فيها كده ليه؟ عايزة توصليها لإيه أكتر من اللي هي فيه؟ ها؟ بتعملي فيها كده ليه؟ ايه ده؟ إيه انت مين انت؟ بنتك هتبقى زيي لو ما بطلتيش تعملي اللي انت بتعمليه. تقولي لها تحب ايه وما تحبش ايه، تحب مين وما تحبش مين. انت فاكره نفسك ربنا؟ ولا فاكره نفسك ملاك؟ هتمشي لها حياتها بالقلم والمسطره؟ انا قتلت اختي وجوزي بسببك. بسببك. اتفضلي يا ملك. خش. ها ايه رايك؟ على فكره نقلك للاوضه دي مش عقاب، انت ما عملتيش حاجه غلط. شنطه هدومك اهي، تحب اساعدك في ترتيب الهدوم؟ لا لا انا هعملها بنفسي، شكرا. طيب مش عايزه مننا اي حاجه؟ ماشي عن اذنك. يلا كريم. ايه الاخبار؟ مفيش، دخلتها الاوضه الجديده بتاعتها وبتظبط حالها. متضايقه طبعا. لا مش اكيد طبعا، مش مبسوطه يعني. على فكره يا دكتور الست ام رؤى دي ست مزعجه جدا جدا وتستاهل اكتر من اللي حصل لها بصراحه. انت فرحان فيها ولا ايه؟ بصراحه يعني المشكله ان احنا في شغلانتنا ديت ما بنقدرش نعبر عن مشاعرنا الحقيقيه. ليه يعني؟ عليك بيها المره الجايه. لا والله. ساعتها بقى ابو احجزوا لي اوضه جنب ملك. طبعا انت عارف ان ملك ما عملتش كده جدعانه منها، انت عارف السبب كويس. عارف. على اذنك. اتفضل.
ممكن انام عندك؟ عارفة؟ أنا متأكدة إن حسام هيتجنن ويعرف عني أي حاجة دلوقتي. ما بلاش يتجنن دي، ما تفوليش على الولد. زمان كنت متخيلة إن الحب ده إن الاتنين اللي بيحبوا بعض يعملوا كل حاجة مع بعض. اكتشفت إن لأ. الحب إنك تحسي إنك بتعملي كل اللي أنت عايزاه مع اللي بتحبيه حتى لو هو مش جنبك. معرفش، أنت قادرة. هو أنت عمرك ما حبيتي؟ لا يعني مره وانا في الجامعه، كنت في اولى جامعه، كان في ولد كنت معجبه بيه وهو كمان كان معجب بيا، يعني ابتدينا نبعت مسجات لبعض، نظره ضحكه، وبعدين فجاه حسيت ان انا بعمل حاجه غلط، اتخضيت وبعت. مش عارفه لو كنت عملت زيك يمكن كانت حياتي اتغيرت. اشك، لأن في الآخر النتيجة واحدة، أنا وإنتي هنا. أيوة بس إنتي هنا علشان أذيتي نفسك، لكن أنا هنا علشان حاجة تانية خالص. يا فندم ده مريض، مش جاي يزور بنتك ولا حاجة. إنتوا كمان عملتوه مريض كمان، وقاعد مع البنت وأنا اللي نايمة على وداني وفاهمة إن هي هنا بتتعالج. دي إيه المصيبة دي؟ ده أنا هقفلها لكم. يا لو هتعملي نفسك فيها مجنونة فأنا مجن منك. إنتي فاهمة بنتك دي تبقى في البيت، لكن هنا دي واحدة مريضة. تعالي هنا، تعالي. إنتي هتمشي معايا؟ إهدي. إنتي لو مش عارفة تهدي أنا ممكن أديكي من المهدئ بتاعي. هيساعدك على فكرة، هيساعدك. إوعي، أنا مش عايزة زفت. شايفة كل الناس دي؟ دول كلهم مجانين. لو عايزه تمشي من هنا على رجلك يبقى اهدي. ملك اوعي ايدك، معلش معلش. عاجبك اللي بيحصل ده؟ معلش يا فندم، الدكتوره عايده عايزاكي في المكتب جوه، هتشرح لحضرتك كل حاجه. انا مش عايزه حد يشرح لي حاجه. اهدي معلش لو سمحت. هي مستنياكي في المكتب يا فندم، هتشرح لك كل حاجه. معلش لازم تهدى. حاضر هتهدى. اديها من المهدئ بتاعي. حاضر هديها. حاضر حاضر. اتجننتي، وانا رايي تقعدي هنا في المستشفى على طول على طول. يا جماعه، امي جايه تقولي ان هي عايزه تتجوز. مالك مالك؟ ارجوكي ارجوكي ايه وبتاعي ايه؟ ارجوكي ايه وبتاعي ايه؟ انا كنت فاكره انك انت كنت جايه علشان انت اتغيرتي، علشان عايزه تقربي مني، لكن انت عايزه تجننيني اكتر. انت عايزه تجننيني اكتر صح؟ انت عايزه تجننيني. ملك ملك تتجوزي تتجوزي وبتاع ايه؟ انت عندك بنت مقتوله ملك، والتانية في وسط الشمال مجانين. ملك ملك عايزه تتجوزي؟ انت عايزه تتجوزي؟ عايزه تتجوزي؟ ملك اتجوزي. ملك اتجوزي. مدام سيهام تعالي معايا. مبروك يا عروسه، مبروك يا عروسه. Thank you.
ماما ماما عايز اتكلم معاك شويه. فاكره اخر مره لما جيت لك قلت لي ايه؟ اخر مره لما جيت لك هنا مش فاكره قلت لي ايه؟ قلت لي لو ما كانوش خانوا ما كانوش ماتوا. هما مين؟ شكرا يا ماما. لو سمحتي افتكري انت اللي قايله الكلام ده. يا ماما حاسبي كده بقى خلاص. عرفت ان انت اللي قتلتي ندى وانت اللي قتلتي بابا. ليه بتخبوا عليا؟ كلكم كنتوا عارفين وكلكم بتخبوا عليا. كفايه بقى ما تعمليش كده. انت كنت عارفه ما قلتليش وخبيتي عليا. بكرهك وكلكم مش عايزه في التاني. ادب ادم ماله؟ انا عملت ايه؟ تعالي استريحي جوه شويه وبعدين نتكلم. تعالي اهدي خالص. أنا ما عارف الحقيقة. في الأغلب عارفها مني. أنا مش فاكرة أنا قلت له إيه. مش فاكرة. أنت مش فاكرة أي حاجة خالص من اللي قلتها له؟ مش فاكرة حاجة ولا أي حاجة. أنت عارف الغريب إن أنا ابتدت اتحسن وفي حاجات كتير قوي ابتدت افتكرها. ابتديت اكون صوره كامله للي حصل. وبعد كده فجاه كاني وقعت في بير ضلمه. لو سمحت يا وليد كلمه واطمن عليه واعرف هو عارف ايه بالظبط. من غير ما تقول يا ملك انا عملت كده فعلا. كلمته في التليفون للاسف تليفونه مقفول. اكيد عند عمته او عند ماما. كلمت ماما في التليفون برضه قالت لي ان هو ساب بيت عمته من كام يوم ولسه ما رجعش. انا بس كل اللي عايزه منك انك تهدي وتطمني. ما تقلقيش ادم لما جالك هنا المستشفى جالك بعد ما ساب بيت عمته. ده معناه ان هو بخير وكويس. انا لازم الاقي ابني. يا ملك خروجك من المستشفى هنا ملوش اي لازمه. احنا ما نعرفش الولد فين. لما نعرف هو فين نبقى نتصرف. انا لازم اخرج من هنا. لو ما خرجتنيش من هنا هعرف. لو ما خليتونيش اهرب هموت نفسي. انت ايه اللي جابك؟ اول ما عرفت اللي حصل لادم خرجت من المستشفى. يا سلام. هو اللي حصل لادم ده حصل ليه؟ مش بسببك؟ علا حرام عليكي يا علا. تعالي كده. حرام عليكي. قدري اللي هي فيه. دي لسه بتتعالج. خشي اوضتك. في ايه يا ماما؟ هو كل حاجه خشي اوضتك. اسمعي الكلام وخشي اوضتك. اهدي يا ماما مش كده. ازاي حضرتك يا طنط ملك؟ اوضه ادم فين؟ اتفضلي. ايه اللي جابها دي؟ ايه اللي جابها؟ هو احنا ناقصين؟ دي هي قصر المصايب كلها كمان جايبينها لي لحد هنا؟ اهدي بس معلش استحملها الخمس دقايق دول. علا علا عشان خاطر ادم. هو كان بينام فين؟ هو اغلبيه الوقت بينام هنا. طب هدومه فين؟ في الظرف اللي في النص.
كراسته. هو قال لك ان هو بيكرهني ومش عايز يشوفني. ايه ده؟ المحامي. ايوه يا متر، طمني، ايه الاخبار؟ طب الرقم ده يعني مش متسجل، ملوش اسم؟ طيب ابعتهولي برضه. سلام. شركة اتصالات طلعت بيانات تليفون ادم قبل ما يقفلوا، بيقولوا ان اخر تليفون كلمه كان الساعة 8 قبل ما يختفي، بس التليفون مش متسجل عندهم في الشركة. طب لو رقم وصل لحضرتك ممكن تجيبه وانا اشوفه على التليفون. احنا على فكرة ممكن نطلع اذن من النيابة بتتبع الرقم ده ونعرف هو مين. ايه ده؟ ده رقم حمودة بتاع السوبر ماركت. حمودة؟ حمودة! انت ليه لما قلتليش ان ادم معاك؟ انا مش سألك عليه. ولا انت لما قلتش ادم فين هنوديك الاسم، وانت عارف بقى الاسم ممكن يعمل فيك ايه. حبيبي ما تخافش، انا مامته وانا قلقانة عليه قوي، ممكن تقولي هو فين. طب انا والله قلت له يرجع، بس هو ما سمعش كلام. ازاي انا اقول لك امك قتلت ابوك؟ بس دماغه ناشفه. ادم فين؟ احنا رجعنا من المدرسه ما لقيناهوش. شكله كشف حوار امبارح، كمني كنت عايزه يرجع. ولا انت هتستعبط؟ ما تلفش وتدور، انا حذرتك هوديك ورا الشمس. ولا انت سلمت العصابه ولا ايه؟ وايه اصله ده؟ انت مين يا عم انت؟ خطف ايه وعصابه ايه؟ جرى يا عم علي. جرى انت يا حموده، انا مش سالتك على ادم كذا مره، ما قلتليش ليه انه معاك؟ والمصحف كنت مستني نفسيته تهنى من ناحيتكم. انا عارفه هو مش عايز يشوفني. هو مش عايز يشوفني. لو سمحت، هو طبق الفول بكام؟ محوج وسلطه وعيش؟ لا طبق عادي. فرداني يعني 3 جنيه.
هو كان بينام على السرير ده؟ اه يا حبيبتي ملوكة، انتي لازم تنامي تستريحي دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله هنلاقيه. انتي مش اطمنتي ان هو كان كويس الكام يوم اللي فاتوا؟ اقولك حاجة، انا مطمنة للولد اللي اسمه حمودة ده، انا حاسة ان هو بيقول الصدق، واكيد مش هيبعد عن المكان اللي هو كان فيه. انتي تنامي تستريحي، وبكرة الصبح نقوم نجهز نفسنا واكيد هنلاقيه. يلا هسيبك تستريحي شوي، تصبحي على خير. انتي من عارف. اوعى تسيبوا جنبها لا سكينه ولا مقص ولا اي اله حاده. وكمان لازم تتاكدوا ان علب الادويه مش جنبها، وانها بتاخدها في مواعيدها. دكتور مجد محذر من كده قوي. لازم ما تخافوش، انا مش هموت نفسي غير لما الاقي ادم. ندى ممكن تمشي من هنا وما تزعجنيش تاني، انا تعبانه، من فضلك امشي. يو يا ملك، بقولك عايزه اخش الحمام. من فضلك امشي، انا تعبانه. امشي من فضلك، امشي. ملك، تكلمي مع مين يا حبيبتي؟ أنا بكلمه وبشوفه طول الوقت. ربنا يكرمنا بتفتيشها دلوقتي، هي جت. ولا ولا خلع ابن اللئيمة. انت يا ابني، انت يا حبيبي، قوم نام بره. يا مولاي معلش، بس لو سمحت سيبني انام ساعتين. طيب لا ساعتين ولا ربع، ممنوع يا ابني. انا والله مش هلاقي حد. ما تتعبش قلبي معاك، ده مكان للعباده مش مكان للنوم. انت
طب سيبني طيب وانا ان شاء الله ربنا مش هيزعل مني. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امشي يا ابني امشي يا ابني. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. خلاص خلاص همشي. ايه بس يا شيخ حمدي بنروح على الواد شويه ده عيل صغير لسه. ولا عيل صغير ولا حاجه. الوزاره لا تفرق بين عيل صغير وعيل كبير. ما انت فاهم يا حاج فاروق. بس برضه بالراحه عليه شويه. انت عارف احنا لو سيبنا العيال دي تبات في الجامع ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ العيال اللي بيشحطوا في الشارع هيدخلوا الجامع ويناموا فيه وشويه شويه يجيبوا اهلهم. أهذا يرضي الله؟ لا يرضيه ان العيال دي تنام في الشارع. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي ينام في الجامع قال يا ابني يا ابني ايه اللي معادك القعده دي كده؟ قوم يا حبيبي قوم. اهلك فين؟ انا امي مسجونه وابويا ميت. لا حول الله يا رب. وما انت عايش فين يا ابني؟ لا ما عنديش بيت. ما عنديش فلوس اجيب بيت. قصدك يعني ما عندكش فلوس تدفع ايجار وصاحب البيت طبعا طردكم. طب اهلك فين؟ اخواتك فين؟ عندي اخين اصغر مني. وهم فين؟ سبتهم عند الجيران. حول الله يا رب. طب انت اسمك ايه بقى؟ اسمي حمودة. حمودة ده بقى اسمك ولا اسم الدلع؟ لا اسمي محمد بس العيال صحابي بيقولوا لي حمودة. ماشي هات حاجتك وتعالى يا ابني هات حاجتك وتعالى. اتفضل يا سيدي. دي القهوة بتاعتي. هتشتغل معايا هنا وهديك 5 جنيه في اليوم. تخليهم معاك بقى تبعتهم لاخواتك انت حر. اخر الليل هقفل عليك عشان تنام. مرضي يا عم؟ تشكر. واي نفحة تجيلك من اي زبون حلال عليك يا عم، بس عايزك بقى تبقى حرك كده وملحلح. يعني ايه؟ يعني تبقى حرك ما تبقاش برطة. وخلي بالك اهم حاجه تقرا الزبون قبل ما يطلب الطلب تبقى انت عارفه. بس اوعى تهزر ولا تستظرف مع حد. هسيبك انا بقى تنام هقفل عليك و8 ونص حاجه صحيك عشان توضى بالقهوه وتفتح الساعه 9. شكرا. يلا هسيبك تنام بقى. سلام. انت يا ابني اصحى يا حبيبي. انت نايم في بيت ابوك. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا جيت مع الحاج فاروق وهو قال لي انام هنا. سابليش خبر يعني؟ بس احنا جينا بعد صلاه الفجر. وانت صباح الخير. صباح النور يا حاج. يلا يا ابني صوص وشك بشوط ميه وتعالى عشان تفطر. تفطر مين ده يا حاج؟ ده حموده. ايوه هيشتغل اسي حموده ده. يعني نزل طلبات ورص ترابيزات اي حاجه. امال شافعي بيعمل ايه يا حاج؟ اهو سعد في ايه يالا؟ وانت صاحب القهوه ولا انا؟ يلا غور شوف شغلك. الشغل مستحمل يا حاج. ايه يا حمود؟ عايز اروح حمام. عندك مبوله جوه ولو زادت عن كده صرف نفسك في الخرابه او استنى بقى لما الجامع يفتح ساعه الصلاه يبقى خش الحمام بتاعه.
تعالى اقول لك لقمه يلا سامي. تعالى اخويا اقول لك لقمه. حاضر. ازيك يا رضا؟ تمام. مفيش جديد؟ لا للاسف. انت كويسه؟ هاي ازيك يا طنط؟ ازيك يا رضا؟ اهلا يا سليم. ازيك يا طنط؟ اتفضلي. الوقت بيعدي واحنا مش لاقيين حل. انتوا ليه ما فكرتوش تنزلوا صورته على الفيسبوك؟ والله الفيسبوك فكره مش وحشه. حاجه زي كده ممكن تستفز ادم جدا على فكره. احنا هنستفزه ليه يعني؟ احنا مش هننزل صورته ونكتب عليها خرج ولم يعد. احنا هنبعت رساله في وسط الكلام بس بحيث يفكر انه يرجع. ما انا بعت له مسج على الواتساب وكمان على الفيسبوك ما ردش عليا. يعني واضح ان هو ما فتحش الانترنت من اصله. ودي حاجه مقلقه قوي. ادم بيعرف حاجات على التكنولوجيا احنا شخصيا ما بنعرفهاش، وهو عارف ان التليفون اللي في ايده ده ممكن يخلينا نوصل له، فممكن يكون تخلص منه. ما هو التعامل مع الجيل الجديد ده صعب جدا جدا. ايه ده يا ملك لابسه كده ورايحه فين؟ رايحه ادور على ابني. هتدوري عليه فين؟ في اي حته. ازاي يعني؟ هتنزلي تقولي عيل تايه واد الحلال؟ انا معايا صورته على التليفون، هروح المكان اللي اخر مره شافوه فيه، اكيد حد يكون شافه. ما ينفعش تنزلي تدوري عليه بالطريقه دي وانت في الحاله دي كمان. وما ينفعش برضو استنى يعلم يرجع ولا لا. انا نازله وانا هاجي معاكي. انتوا مجانين طبعا. هاجي معاكم لو سمحت يا طنط. الدواء بتاع ملك عشان لو اتاخر. ليه ما تركبي؟ اركبي يا رضا. ملك؟ ملك حبيبتي يلا علشان ننزل. ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها ماليش نفس. هتنزلي يعني هتنزلي. حبسة البيت دي مش هتنفعك. يلا يلا. فضل يا حاج. علبة صلصة ومعلقة. روح انت اتغدى دلوقتي وهقول لك تعمل ايه بعدين. حاضر. ادم. اه يا معلم. تعالى. ايه حكايتك بالظبط بقى؟ احكي لي. اسمي ادم فعلا. كنت في مدرسه كويسه واهلي كانوا بيصرفوا عليا كويس، بس من ساعه ما بابا مات. بس واحد الله مات تاجر مصلي وتعرف ربنا، وعم انتش لاول ولا اخر واحد ابوه هيموت. اصل المشكله من ساعه ما بابا مات كل حاجه باظت، حتى ماما. ماما دي بقى المفروض انها تبقى جنبها الساعه دي، لانك انت خلاص بقيت راجلها. كل الناس معاه. تقوم انت برضه تحرق قلبها كده وتهرب؟
عائلتها اعتبرتني راجل زي ما انت بتقول. يا ابن الاهل طول عمرهم شايفين عيالهم عيال حتى لو بقوا شيوخ كبار. اصل انا حاج الصراحه يعني مصاريفي زادت عليهم فقلت انزل اشتغل واول ما اجيب فلوس ارجع لهم. يا ابن امك زمانها هتتجنن عليك. واكيد دلوقتي زمانهم بلغوا البوليس والمستشفيات واكيد هيلاقوك. روح انت احسن. وانا يا عم اذا كان عليا حاجي معاك واستسمحها بقول لها ان انت كنت عندي المده دي كلها. وادي يا سيدي شنطتك اهي. جاهز نفسك وانا حاجي معاك. خش شوف لو كنت ناسي حاجه كده ولا كده. واحنا داخلين ايه بس يا حاج؟ سيبه يروح لحاله. يا ابني الواد هيهرب من امه تاني. مغور في 60 داهيه، مش احسن ما تاخده الاهل ويقولوا لك كنت خاطفه وتخش بقى في سين وجيم. ازيكم؟ اهلا يا سليم. ازيك يا طنط؟ احنا كنا نازلين. ما انا طنط قالت لي، قلت بقى اجي اغير جو معاكم في الاجازه دي. كويس ان انت جيت قبل ما تغير رايها. هو انت هتيجي معانا؟ ما هو الجو ده مش جو تاكسيات يعني، قلت اجي اوصلكم. في حاجه يا ملك؟ لا لا. يلا هنزلوا، استناكوا تعالوا. يلا علشان ما نتاخرش. ملك ايه رايك في ده؟ حلو. طب يلا خش يا سيدي. انا مش قادره، انا متهيألي كفايه كده النهارده. ملك يلا بدل ما ازعل منك يلا. خليها تقيس ده، الابيض بيليق عليها، والله الالوان كلها بتليق عليها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عمري ما شفت رقه وجمال كده. خلاص ايه ده كمان؟ بس ده ابيض برضو. حبيبتي الابيض اتخلع عشان انت تلبسيه، هيبقى تحفه عليك والله. مساء الخير. مساء النور. سهلا. اتفضل. أنا مساء الخير. شكرا. هتاكلي ايه يا حبيبتي؟ اي حاجة. اطلبي لها سلمون مشوي، هي يعني بتحبه. او اي حاجة يعني من اللي هي بتحبها. خلاص انا هاخد واحد سلمون. وانا كمان. كده اتنين سلمون مشوي مع خلاص دي حاجه تاني؟ لا تمام شكرا. بس انت قلت لي ما بتحبش السلمون. وماله؟ اجرب المره دي يمكن احب. انا مش جعانه، انا تعبانه ولازم امشي. طب اقعدي كل حاجه الاول. سمحت ما عندكوش شغل؟ روح يا ابن الله يسهل لك.
السلام عليكم. سلام. ما فيش شغل عندكم يا فندم؟ لا والله ما فيش شغل. اي شغل عندكم في البيع؟ وانا ما فيش حديد اتفاق ده. سبعة عشر جنيه حبيبي. لا أنا مش جاي أحبس. عايز إيه يا ابني؟ عايز أبيع اللابتوب ده. تبيع ده؟ أنت مقلبه منين ده؟ إيه؟ شقته منين؟ سرقه منين يعني؟ لا والله حضرتك ده بتاعي. حتى أنا ممكن أفتحه لحضرتك، عارف الباسورد بتاعه. بتاعك؟ أه والله بتاعي. أنا لسه حتى منزل برنامج فوتوشوب جديد وعليه جيمز كتير. ما هو باين خلاص أنا ما هو باين. أنت تلم علينا الناس. يلا يا عم أنت يا ناقصة. انتوا عايزين ايه؟ الشنطة يلا. مش عارف الشنطة. مش عارف الشنطة. يا جماعة الموقف ده مش هيعدي بسهولة، بس أنا متأكد إن شاء الله إنه آدم مع الوقت تدريجيا هيتحسن. أنتوا بس بليز لو سمحت ادوله فرصته، ما تضغطوش عليه. هو معقول هيفضل قاعد هنا على طول؟ إيه المشكلة يا طنط؟ ما يقعد. دكتور، هو إحنا غلطنا إن إحنا ما قلناش الولد الحقيقة من الأول؟ والله ما دام نهاية الكلام ده فات أوانه بصراحة، ولكن احنا في الحالات دي بنفضل نقول للطفل كل حاجه حصلت مهما كانت مؤلمه. ما تخبوش عليه اي حاجه ابدا. هو بيبقى فيه شويه دعم نفسي اكيد علشان الطفل يقدر يطلع من الازمه دي تدريجيا، بس ملحوقه. اهم حاجه بس انه زعله منكم يروح علشان يعرف يتقبل المساعده اللي انتوا هتساعدوها له. والزعل ده مش هيروح طول ما في مقاومه والحاح منكم، علشان كده طلبت منكم انكم تدوا له السبيس بتاعه. يعني محتاجة أتكلم معاك. يا ريت. طب ممكن تدخلوا أوضتي؟ تفضل. أنا ابتديت أفتكر حاجات. في الأول كنت فاكرة إني بهلوس، ومع الوقت اتأكدت إن الحاجات دي فعلا حصلت. تفتكري إيه؟ سليم. ماله؟ أنت لما كنت بتسألني عن سليم ملك، سليم ماله؟ أنا عاوزك أنت اللي تقولي. كنت بحبه. وهو؟ قال إن هو بيحبني. بس أنا بجد مش عارفة عملت كده إزاي. أنا كنت متجوزة. ملك، محدش بيختار هو بيحس بإيه ولا إمتى. إحنا بنختار بس إحنا عايزين نعمل إيه.
انتي عملتي ايه لما اكتشفتي انك بتحبي سليم ولما هو قالك ان هو بيحبك؟ خفت. بس احمد وندى كانوا خاينين، كانوا على علاقه ببعض. طيب وانت اكتشفتي ده امتى؟ قصدي يعني من قبل ما تحسي بحاجه ناحيه سليم ولا بعدها؟ مش عارفه. مش عارفه. كل حاجه متلخبطه. بس هما يستاهلوا. هما كانوا على علاقه ببعض. سليم قال لي كده. طب انت عرفت ازاي ان هما كانوا على علاقه ببعض؟ سليم كان متاكد. وهو اكد لي ده. متاكد ازاي؟ كلامهم مع بعض. نظراتهم. احمد لما رجع من السحر. ملك انت من جواكي متاكده انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض. هو اكد لي كده. سليم قال لي هما كانوا على علاقه ببعض. طيب انت لسه بتحبي سليم؟ لا. لسه بترتاحي له؟ لا. انت خايفه منه؟ ليه؟ مش عارف. يمكن علشان مش متاكده من جواكي انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض. أو يمكن حاسة إنه سليم أقنعك بحاجة مش حقيقية ولأنك كنت بتحبيه فصدقتيه وبقيت تحاولي تدوري على مبررات للإحساس ده. ندى كانت في أوضة نومي. أحمد كان في الحمام وندى كانت بهدومها. مش يمكن كانت تكون داخلة الأوضة لأي سبب تاني؟ مش جايز تكوني اتسرعتي؟ طب أنت تعرفي إنه سليم طلع مريض؟ سليم عنده بارانويا يا ملك. مريض البارانويا بيشك في كل حاجه ودايما بيتهيأله طول الوقت ان كل الناس اللي حواليه بيتامروا ضده وبيخونوه وبيضحكوا عليه وكل ده مش حقيقي. ولانك كنتي بتحبيه ومحتاجه حبه ليكي ولانك كمان كنتي واقعه تحت مشاكل نفسيه تقيله قوي عليكي صدقتيه واقتنعتي بكلامه وبداتي كمان تفكري بوجهه نظره وده اللي خلاكي تنسي اللي حصل يا ملك. انت لحد دلوقتي في عقلك حته صغيره قد كده مش مقتنعه انه احمد وندى كانوا على علاقه ببعض وانك ممكن جدا تكوني قتلتيهم علشان تخلصي من وجودهم في حياتك مش علشان هم خاينين. وده اللي يفسر انت ليه مش مستريحه مع سليم دلوقتي. انت عارفه كويس قوي ان هو ضحك عليكي بس ما كنتيش فاهمه ليه. ملك انت خلاص بتخفي وقريب جدا ان شاء الله هتبقي زي الفل وما فيكيش اي حاجه. الكام يوم اللي جايين دول هيوجعوكي. هيوجعوكي قوي بس هيعدوا. فخلال الكام ساعه اللي جايين او الكام يوم اللي جايين الله اعلم ان شاء الله ذهنك هيبقى صافي اكتر وعقلك هيبقى واعي ويعرف يستوعب الموضوع بشكل منطقي ومنظم. الو. ايوه يا طنط. انت بتقولي ايه؟ هتكون راحت فين يعني؟ ممكن تكون روحت؟ ما هو برضه يا طنط حالتها مش مستقره، لازم تاخدوا بالكم منها شويه. اه طبعا. انا شايف يا طنط يعني ان انتوا تروحوا دلوقتي. ممكن تكون هي روحت. وانا هتصرف، هشوف هعمل ايه. ماشي. انت كويسه يا ملك؟ جيتي هنا ازاي؟ انا اعرف البيت ده كويس. طب مش كنتي تعرفيهم انك جايه هنا عشان ايه دوشه؟ احمد وندى كان في بينهم حاجه؟ انت قلت لي ان احمد وندى بيخونونا وانا صدقت. في بينهم حاجة فعلا.
تعالي بس اقعدي. اقعدي. اهدي الاول كده. مالك؟ بتفكري في حاجات انتهت خلاص ليه؟ حاجات بتتعبك وبتألمك. انسي خلاص كل اللي فات ده بقى. اطوي الصفحة دي خالص. فكري في بكرة. هما ما كانوش بيخونونا. يا ملك. احنا اللي كنا بنخونهم. لا! ما كناش بنخونهم. هما اللي كانوا بيخونونا. وزبالة كمان. كانوا متألمين ان مش حد يكشف علاقتهم ببعض. كانوا مستعملني. لكن انا كشفتهم. احنا ما كناش خاينين يا ملك. هم وجعونا. والوجع ده هو اللي قربنا من بعض. ملك ثقي فيا. ثقي فيا زي زمان. صدقيني انا طول عمري بخاف عليكي. طول عمري عايز مصلحتك. انسي اللي فات ده خالص. هم يستحقوا القتل. ايوه. واذا كنت انت قتلتيهم فانت كنت تعبانه. ما كنتش في وعيك. بس انت عشان بريئه وطيبه تعبتي وصعبوا عليكي. صدقيني هم يستاهلوا القتل وخدوا جزاءهم خلاص. ايوه خدوا جزاءهم. احنا مش خاينين. ثقي فيا يا ملك. بس اللي فات ده كله شكلك تعبان خالص. مش هينفع تروحي كده. انا هكلم الدكتور مجدي عشان يجي يشوفك او يكتب لك على اي مهدئ. ايوه دكتور مجدي. مالك عندي هنا حياتها وحشه قوي. انا متاكد ان ندى بتدبر لي حاجه. الورق اللي تحت ده في الشك عليه امضتي وسهل يتلعب فيه. ممكن تلبسني بصيبه وتدخلني في سجن كمان. طبعا احمد هيسهل لها الكلام ده عشان تطلب الطلاق. بعد كده يطلقك ويتجوزوا هما. طب ما تيجي تشوفها بنفسك. طب الدواء ده ممكن اصرفه من غير روشته؟ طب ماشي شكرا شكرا. اذا كان ذكاهم هيمنعنا ان احنا نمسك عليهم غلطه ده مش معناته ان هم يفوتوا من العقاب. لا احنا نحطهم في الوضع اللي يخليهم مكشوفين. ساعتها بقى هيبقى القتل دفاع عن النفس ودفاع عن الشرف. وانت مالكش دعوه باي حاجه. الو مساء الخير. ممكن اطلب علبه ديازي بقى؟ هو ده. على نفس الرقم. شكرا. السلام. كلها ساعة والدواء يوصل. الأحسن إنك تاخديه قبل ما تمشي. أنا هقوم أعمل حاجة ناكلها. شكلك ما أكلتش حاجة من الصبح. جيت من بدري؟ يعني يا دوب لسه واصل حالا. انت اتاخرت كده ليه؟ كان عندي شغل كتير قوي يا دوبك لحقت اخلصه. ادم فين امال؟ عند ماما. بس انا كنت فاكره ان انا هتاخر اكتر من كده. وبعدين بكره اجازه. احنا مش هناكل ولا ايه؟ انا واقع من الجوع. طبعا عقبال ما تاخد دش وتغير هدومك هكون انا سخنت الاكل. اوكي.
مستنيه يا ملك الغدا. حاضر. الو. ايوه يا ندى، انتوا فين؟ احنا داخلين عليكي اهو، خلاص قربنا يا ملك. طيب انا مستنياكم. كنت عايزاكي في موضوع كده. ايوه، في ايه يعني؟ كنت عايزه اتكلم معاكي بس مش هينفع قدام سليم، تعالي معايا. في ايه يا ملك؟ ما دام مش عايزه تتكلمي قدام سليم قلتي له يجي معايا ليه؟ حاجة عايزة أقولها لك بس دماغي مش فيها دلوقتي. عايزة أفهم في إيه؟ أنت من ساعة ما كلمتيني وقلت لي أجيلك على طول وأنا حاسة إن في مصيبة. فعلا في مصيبة. هروح أطفي حاجة في المطبخ وأجيلك على طول. يلا يا ملك. يلا يا ملك الأكل جاهز. يلا حبيبي. أنا ما قتلتهمش يا سليم. أنت اللي قتلتهم. أنت مش في وعيك. أنا افتكرت كل حاجة. أنت اللي قتلتهم. أنا اللي دخلت ندى الأوضة. وأنا اللي اديتك المسدس. انت اللي قتلتهم. كان لازم يموتوا.
احنا الاثنين قتلناهم مع بعض، انت فاهمه؟ عشان كانوا عايزين يدمرونا، كانوا عايزين يدمرونا. احنا الاثنين كنا مع بعض، كنت معايا وعايز اقتلهم زي بالظبط، لكن خوفك هو اللي خلى يحصل لك كده. لو كنت مشيت ما كانش حصل لك اللي حصل. رجوعك بوظ الدنيا. بس انت اللي قتلتهم. ما كنتش عايز اخليكي في الصوره، كنت خايف عليكي ولسه خايف عليكي، عشان بحبك ولسه بحبك. بس انت اللي قتلتهم. انت اللي طلعتيني اهرب واسيبك. ايوه، بس لما لقيتك تعبانه ما قلتش اي حاجه عني، رجعت عشان خايف عليك وعايز احميك. احنا قتلنا اتنين ما لهمش اي ذنب، ما عملوش حاجه. لا عملوا، ايوه عملوا، خانوكي زي ما خانوني. ايوه، بس ما كناش نقدر نقول لحد ان هم خاينين، ما كانوش هيصدقونا عشان هم اذكياء قوي يصدقوا اللي عملناه ده صح. صدقيني كان لازم يموتوا، دول ذبحونا، ذبحونا يا ملك. صدقيني. شيل ايدك، انت اللي قتلتهم، انت اللي قتلتهم. فين قلقتين عليكي؟ ملك؟ ملك انت كويسة؟ لا لا مش كويسة. في ايه اللي بيحصل ده؟ سهام، سهام، امال ماما فين؟
مالك؟ يا دكتور أنا مش شايفاها بتتحسن. معلش يا مدام نهال، معلش، واحدة واحدة. هي كده دايماً الانتكاسة بتاخد فترة أطول من المرة الأولى. لو كنا وديناها المستشفى مش كان هيبقى أحسن؟ والله في رأيي ما أعتقدش، أفضل إنه هي تبقى في وسطيكوا أحسن. كده كده العلاج واحد يعني. أنت شايف العلاج ده يعني فعلاً هيجيب نتيجة؟ هوبفولي إن شاء الله. إن شاء الله. لو اتنكست تاني؟ لو اتنكست تاني والله بقى يبقى ربنا يستر. هو الأكيد إنه هي توصلت للحقيقة اللي كان صعب عليها تتحملها. هي كانت عايزة تفوق وتفتكر، ويعني ما استحملتش اللي شافته بعد ما فاقت فوقعت تاني. هي كده كده مش مطلوب منها إن هي تفتكر أو تقول أي حاجة، وبكده عقلها بيضمن إنه هو يفضل قافل على السر اللي هو عرفه، ما يقولوش لحد أبداً، لحد على الأقل ما يستجمع قوته ويواجه الأمر من تاني ويعرف يستوعب الموضوع بشكل أفضل.